هلا انا شخصيا وقت اشتغل جرافيتي بشوارع بيروت جرب انتبه كانه عم بعمله ببيت او ببيتي او حتى لوحه بعتقد انه عايزين كثير نحن هذا الشيء هلا اللي هو حدا يقدر يواجه النمط الاجتماعي المعين ويضلوا يحبوه My name is Yazan Halwani and I'm a street artist from Beirut. تعرفوا اعمالي جوات الكادر اليوم حتتعرفوا علي انا برات الكادر انا يزن حلواني برسم شوارع بيروت لا دور لي في القصيده الا اذا انقطع الوحي والوحي حظ المهاره اذ تجتهد صار عم بحط تريو جبران مع عند في الالبوم الوم خدبون اللي هو مع محمود درويش بسمع كمان كثير راب فرنساوي وكثير قصص مخصصه ببعض فحسب حسب النهار الموسيقى الشيء بالسعادة هو واحد مش بس يركز بس هو واحد يكون عنده ريتم معين وخصوصا واحد يكون عم برسم كثير بستروكس صغار مع الكاليغرافي وهيك هلا انا شخصيا بلشت اسم مدينه بيروت كان عمري تقريبا ما بعرف 14 سنه شيء هيك بس هيك كنت كبرت اكثر صار عمري يمكن 18 19 فقدت حبي للجرافيتي وصرت اكثر بدي اعمل شيء عن ثقافه بيروت وثقافه لبنان بنفس الوقت الشوارع بيروت الشيء اللي ما كنت احبه فيها هو انه كثير دومينيتد من احزاب ورموز سياسيه فهون اجى زبديك فيروز محمود درويش صباح اشخاص يمثلوا ثقافه المدينه على الكانفاسز بكون عم بشتغل على مواضيع معينه اخرى بخلق اذا بديك وجوه بالخط العربي اللي هو مش كثير شيء معهود بثقافه الخط العربي هلا الجداريه تبع صباح كان الفكره من وراها هو كنا عم نرسم بشارع الحمراء اللي هو السكان تبعه عندهم كثير نوستالجيا نحو ذلك العصر الحمراء الذهبي اللي حسب ما بسموه بعتقد صباح هي رمز من هذه الرموز لهذه الحقبه بس هي اول مره قطعت على رافعه واحد اكيد بيخاف بس وقت واحد يبلش يرسم بصير بينسى وكمان انه على حسب كل بلد مثلا بالمانيا ما بخاف كثير وقت استعمل الرافعه بس بلبنان بلا بيكونوا مصدقين وهيك وقدامي على ارتفاع معين بصير بتهز شوي واحد بتذكر خوفه بس طالما انت عم تشتغل لتخلص الجداريه ما كثير بتفرق اخترت هذا الاستوديو لانه بعتقد كثير بيشبه شو عامل بالمدينه من ورا السقف العالي وبيساع لوحات كبار اللي هن كثير بيشبهوا الجدران الكبيره اللي بعمل المدينه هو كمان شوي كثير اوربن اندستريال اللي هو كثير بيشبه طابع بيروت فبحس حالي كاني على الشارع وقتها نحن تحت الارض La vie est belle, le destin sans les cartes Personne ne joue avec les mêmes cartes Le verre se lève le voile Multiples sont les routes qu'il dévoile Tant pis بعد الأحيان وقت أكون بالشارع دائما بخلي معي كاميرا لأنه هذا الشيء بيساعد لي وقت ألاقي حيطان حلوة أخذ صور لها أو لأمور معينة فيها تكون وقت أصورها بتصير بالجداريات أو باللوحات يلي برسمها وصلنا على الجدارية تبع فيروز اللي هي واحدة من أول الجداريات اللي اشتغلت عليهم بهالفترة ومثل ما بتلاحظوا الشخص بعدين بتتغير مع معالم المدينة فحدا حط شتلة بعدين فخط الشباك على بوسترات وهو هذا جزء من تفاعل أي لوحة جدارية مع المدينة بعتقد أكثر شيء يمكن استخلصته بالحلقة اللي حديث هلا بالفن هو إنه واحد بده دائما يكون عنده هدف من الأول وقت يبلش شيء معين طالما واحد بيحب هذا الشيء وبيعطيه وقت وبيحط من قلبه وحتى يمكن بالأول ما عندك هدف بالأخير بعد كم سنة أو فترة معينة بتلاقي وين لازم تروح